بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. مازلنا مع حلول تمارين الوحدة الثانية في هذا الفيديو 30. راح نحاول نحل هذا التمرين الخاص بتفاعل الاندماج. قال لك إن تفاعل الاندماج الأكثر توقعا في المستقبل في المفاعلات هو كالتالي، يعني الهيدروجين 2 زائد الهيدروجين 3 يعطينا الهيليوم 4 زائد نوترون، يعني هذا تفاعل الاندماج كما كنا شفناه في الدرس. أولا مطلوب منك حساب الطاقة المحررة بالميجا إلكترون فولت في هذا التفاعل، وثانيا على أي شكل تظهر الطاقة المحررة، وثالثا حساب كمية الطاقة الناتجة عن كيلوغرام واحد من الهيدروجين، يعني آم يعني كتلة H2 بلس أي H2 زائد H3. رابعا حساب كتلة البترول التي تنتج أو تنتج نفس كمية الطاقة، بمعرفة أن كيلوغرام واحد من البترول ينتج 42 ميجا جول من الطاقة. وأخيرا المطلوب منك المقارنة بكمية الطاقة الناتجة من انشطار كيلوغرام واحد من اليورانيوم 235. ها هي أمامك المعطيات، أي كتلة الهيدروجين 2 بالU وكتلة الهيدروجين 3، كتلة الهيليوم 4 وكتلة النوترون. نبدأ بالجواب على السؤال الأول. هكذا، وهو حساب الطاقة المحررة بالميجا إلكترون فولت. حساب الطاقة المحررة ب الميجا إلكترون فولت كما درنا في الفيديو رقم 29، نفس الشيء. يعني لاحظ، أي الأو الطاقة المحررة تساوي دالتا أم في مربع سرعة الضوء، أي تساوي كتلة المتفاعلات ناقص كتلة النواتج مضروبة في مربع سرعة الضوء في الفراغ، أي أ تساوي كتلة المتفاعلات وهي أم H2 زائد أم لاماس الهيدروجين 3 مضائر ناقص كتلة الهيليوم 4 وناقص كتلة النوترون مضروبة في مربع سرعة الضوء في الفراغ. إذن أ تساوي حسب المعطيات اللي راهم عندك هنا، اكتب أي تساوي كتلة الهيدروجين 2 وهي 2.0355 زائد كتلة الهيدروجين 3 وهي 3.0150 ناقص كتلة الهيليوم 4 وهي 4.0150 ناقص كتلة النوترون وهي 1.00866 في صح. هنا هنا كنت قلت لكم في الفيديو السابق رقم 29 أنه 1 U يساوي 931.5 ميجا إلكترون فولت على سي مربع. يعني هنا باش نحسبها مباشرة بالميجا إلكترون فولت نضرب هذه في 931.5، يعني هكذا راح تكون ميجا إلكترون فولت على سي مربع في سي مربع. هذه تروح مع هذه باش تبقى لنا ميجا إلكترون فولت. إذا وصلناها تساوي، احسب عندك، دير بوز، احسب شعر شط. إذا 17.6 ميجا إلكترون فولت. أكد لي على هذه، ها هي 17.6 ميجا إلكترون فولت. السؤال الثاني، على أي شكل تظهر الطاقة المحررة؟
كنت جاوبنا على السؤال هذا في الفيديو السابق، وهي تظهر أعزائي الطلبة على شكل طاقة حركية وطاقة إشعاعية، وكنت فهمتكم علاش هذا، يعني علاش هذا الانشطار أو عفوا الاندماج، أنه يحرر طاقة. إذن تظهر الطاقة، ثانيا تظهر الطاقة المحررة على شكل طاقة حركية وهذا تأخذها النوترونات اللي تحررت، وطاقة إشعاعية، لأنه في الحقيقة هنا لاحظ في المعادلة الاندماج هنا في الحقيقة نكتبه زائد جاما، وكنت في الدرس أعطيتكم من إذا كنصيبوا كذا من ميجا إلكترون فولت زائد هذه الطاقة اللي تكون هنا هي الطاقة الإشعاعية أو الطاقة الكهرومغناطيسية، أما هذه هنا هي الطاقة الحركية. ثالثا المطلوب منك حساب كمية الطاقة الناتجة عن كيلوغرام واحد من الهيدروجين، يعني أي المجموع تاع أشطر وأي المزيج أو بما تسمى بالمتفاعلات، واحد كيلوغرام. انتبه، إذن هنا لازم نحسب هذيك المزيج، يعني اشعال يسمى هذه اللي راهي هنا، ها هي متفاعلات، هذه نحولها نشعل فيها من كيلوغرام، نشعل فيها من كيلوغرام صح، لأن واش قالنا هو، انتبه مليح السؤال، أحسب كمية الطاقة الناتجة عن كيلوغرام واحد من هذه، وحنا نبدأ، انتبه. ثالثا عندنا كتلة المتفاعلات H2 زائد H طلوة واحد تاع الهيدروجين، نظائر الهيدروجين تساوي 2.01 13.55 زائد 3.015.50 صح. لازم لنا نحولو، نعرفو بلي واحد U يساوي 1.66 في 10^-27 كيلوغرام، حولوها إلى الكيلوغرام، إذن هذه نضربها في 1.66 في 10^-27 كيلوغرام، شحال عطاتني؟ أحسب عندك، دير بوز وحسب، عطاتني 8.35 في 10^-27 كيلوغرام صح. إذن نواتج المتفاعلات حولتها لاماس تاعهم وكتلة تاعهم حولتها إلى الكيلوغرام. الآن لو جينا طبقنا القاعدة الثلاثية، هذا الثمانية فاصل 35 في 10^-27 كيلوغرام، واش تنتج؟ تنتج لنا هذه، تنتج لنا أي تنتج 17.6 ميجا إلكترون فولت صح. واحد كيلوغرام كما جاء في السؤال ينتج شحال من ميجا إلكترون فولت، يعني ينتج إكس ميجا إلكترون فولت. هنا نطبق القاعدة الثلاثية، أي واحد كيلوغرام في 17.6 ميجا إلكترون فولت على 8.35 في 10^-27 كيلوغرام، إذا راح تكون كالتالي، انتبه، إذا أ تساوي لاحظ
كيلوغرام في 17.6 ميجا الكترون فولت. انت ما تكتبش هذا الكيلوغرام والميجا الكترون، انا كتبتهم بنوريك كيفاش راح نختزلهم. لاحظ على 8.35 في 10 قوة ناقص 27 ميجا الكترون فولت. ها علاه كتبتهم باش نختصرهم هكا. انت ما تكتبهمش، تكتب 17.6 في، يعني شو كيف تكتب انت، اكتب هكا 17.6 على 8.35 في 10 قوة ناقص 27، طلع من فوق 10 قوة 27. هكذا تسهل لك العملية في الحاسبة، هاكي باش تكتب انت. هذه احنا كتبناها باش تفهم ما هذه الإجابة تاعك تساوي ماذا. احسب عندك 2.11 في 10 قوة 27 ميجا الكترون فولت. ها هاشعل لازم لي من 1 كيلوغرام هاشعل ينتج 2.11 في 10 قوة 27 ميجا الكترون فولت، لان هذا العدد قليل بزاف على 1 كيلوغرام، راه مضروب في 10 قوة ناقص 27 صح. نذهب الان الى السؤال اللي يليه. السؤال الرابع، مطلوب منك حساب كتلة البترول التي تنتج نفس كمية الطاقة، بمعرفة ان كيلوغرام واحد من البترول ينتج 42 ميجا جول من الطاقة. يعني انتبه هنا اعزائي الطلبة، السؤال نوضحه باللي رانا في السؤال الرابع. رابعا هكذا، هنا اولا النتيجة هذه ميجا الكترون فولت نحولها الى الميجا جول، باش لانه البترول قال لك ينتج شعال 42 ميجا الكترون جول، باش نعرف الكمية اللي تنتج هذا الطاقة شعال تاع البترول صح. إذن هذه نحولها إلى ميجا جول باش نقارن بيناتهم صح. نعاود لكم، كنت قلت لكم سابقا أن واحد إلكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 جول، وواحد ميجا إلكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 وضربها في 10 قوة 6، إذن في 10 قوة ناقص 13 جول. هذه ما نزيدش نكتبها لكم، كتبها عندك خلاص صح. إذن هنا واش تولي، انتبه مليح، أي أ تساوي 2، انتبه أي تساوي 2، يعني نحول هذه 2.11 في 10 قوة 27 ميجا إلكترون فولت إلى الميجا جول. 2.11 في 10 قوة 27 في 1.6 في 10 قوة ناقص 13. إذن شحال تعطينا من جول؟ تعطينا 3.8 شعري مكتوبة 38 في 10 قوة 14 جول. شعال تعطينا من ميجا جول، تعطينا 3.38 في 10، أي هذا 10 قوة 14 نضربها في 10 قوة ناقص 6، إذن 10 قوة 8 ميجا جول. الآن ننجم نحسب كتلة البترول المطلوبة، كتلة البترول المطلوبة صح. يعني لو رحنا للمسودة أعزائي الطلبة، أن 1 كيلوغرام من البترول واش تنتج؟ ينتج ماذا؟ ينتج 42 ميجا جول صح. وام كيلوغرام من البترول تنتج
3.38 في 10^8 ميجا جول. إذن لهنا واش تدخل؟ تدخل طريقة ثلاثية. طريقة ثلاثية أي أو تساوي واحد، نكتب هذا كيلوغرام، ثم ما تكتبوش كيلوغرام، في 3.38 في 10^8 ميجا جول على 42 ميجا جول. تروح الميجا جول على الميجا جول، يعني انا كتبتها لكم هكا باش تعرفوا، يعني انتم تكتب هكا تساوي 3.38 على 42 في 10^8. شحال تعطينا؟ تعطينا قليل كيلوغرام. إذن احنا تخرج نتيجة بالكيلوغرام 8.05 في 10^6 كيلوغرام. يعني هنا 1 كيلوغرام من البترول ينتج 42 ميجا جول، و8.05 في 10^6 كيلوغرام من البترول ينتج 3.38 في 10^8 ميجا جول. لاحظ شحال من كيلوغرام تاع البترول باه ينتج هذا الطاقة، وإحنا واحد كيلوغرام ينتجها. صح، في الانشطاط، في الاندماج تاع التفاعل الاندماج. نأتي الآن إلى السؤال الأخير. وين راه السؤال الأخير؟ الخامس. قارن بكمية الطاقة الناتجة من انشطار كيلوغرام واحد من اليورانيوم. وهذا السؤال كنا جاوبنا عليه في الفيديو السابق، الفيديو رقم 29. الفيديو رقم 29 توظيف المعارف رقم 14. خامسا، لاحظ، كنا أعزائي الطلبة رأينا في التمرين السابق، نعاود الفيديو رقم 29، أن الطاقة المحررة من 1 كيلوغرام من اليورانيوم، كنا شفنا أن 1 كيلوغرام من اليورانيوم 235 تعطينا طاقة اللي هي 7.2 في 10^7 ميجا جول. هذه الإجابة على السؤال الفيديو السابق، ما نظلوش نحسبه. وفي التمرين تاعنا هذا صبنا باللي الطاقة المحررة تاع 1 كيلوغرام من هذاك المتفاعلات H2+H3، صح، شحال عطاتنا؟ عطاتنا 3.38 في 10^8 ميجا جول. إذن الآن نأتي إلى الإجابة على السؤال الخامس، المقارنة. إذن المقارنة راح تكون طاقة تاع هذه اللي هي المتفاعلات على الطاقة المحررة من طرف الإيرانيوم 235 هكذا. إذن تساوي 3.38 في 10^8 على 7.2 في 10^7 ميجا جول. تروح مع الميجا جول، شحال تعطينا؟ تعطينا تقريب بالفاصيلة، إذن دور العدد إلى الوحدة تعطيني 5. ماذا يعني هذا أعزائي الطلبة؟ هذا يعني، لاحظ أن هذه، شوفوا مليح، هذه صبناها في تفاعل الاندماج، وهذه صبناها في تفاعل الانشطار، 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام. إذن ماذا يعني؟ واش رانا كتبنا هنا هذا 5 أعزائي؟ تعني أن طاقة الاندماج أكبر من طاقة الانشطار ب5 مرات. طاقة الاندماج أكبر من طاقة الانشطار بماذا؟ ب5 مرات.
يعني عموما ديرها في بالك أعزائي الطلبة، ديرها في بالكم عموما، الطاقة المحررة في تفاعل الاندماج أكبر من الطاقة المحررة في تفاعل الانشطار. هذا هو المغزى أو خلاصة القول من السؤال الخامس. نعاودها، خلاصة القول من السؤال الخامس أن عموما الطاقة المحررة في تفاعل الاندماج تكون كبيرة على أو أكبر من الطاقة المحررة في تفاعل الانشطار. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.